قامت بجهه طنجره العاصمه القافله الجهويه اللي في عمالات واقاليم من جهه طنجره العاصمه، وهي مناسبه لتقديم مجموعه من البرامج. هذه القافله طبعا نظمناها بشراكه مع مجموعه من المؤسسات، منهم مركز جهوي الاستثمار، غرفه التجاره والصناعه، الوكاله ديال لابيك التشغيل، كذلك مؤسسه تمويلكم ومجلس الجهه. اذا الشركاء كلهم يشتغلون في مواكبات ودعم وتمويل المقاولات. فاحنا في الهيئه المغربيه للمقاولات اخترنا شعار ديال هذه القافله هو مقاوله جهويه رافعه اساسيه للتنميه. فمن خلال هذه القافله وضعنا برنامج عداله مجاليه، اننا ننزلوا جميع الاقاليم والعمالات ديال الجهه. فكانت المحطه الاولى يوم 22 فبراير في مدينه تطوان، بعدها كانت المحطه الثانيه في اقليم فحصنجره البارحه، واليوم حطينا الرحال في مدينه اقليم عرائش للتواصل مع الشباب المقاولين، مع حاملي المشاريع طبعا، للاستماع الى انتظاراتهم، الى المشاكل اللي يعانون منها، صعوبات كذلك الولوج الى التمويل والى المواكبه. فالحمد لله كان نقاش غني افكار بالمقترحات، وتعرفنا على مشاريع مهمه جدا، منهم الحاضنات ديال المقاولات اللي موجوده في الاقليم، كذلك مركز ديال خاص بالفلاحه وقطع فلاحيه والصناعات الغذائيه موجود في الغرفه ديال الصناعه في الغرفه الفلاحيه بالعرائش، اضافه الى مناطق صناعيه جديده ان شاء الله اللي سترى النور في القريب بالاقليم العرائش. فاحنا الهيئه المغربيه خدينا العاتق ديالنا اننا نواكب هذه المقاولات من خلال هذه اللقاءات التحسيسيه. مجموعه من الشركاء قدموا اهم البرامج اللي هما كيشتغلوا عليها، منهم الوكاله ديال لامابيك اللي تكلمت على برنامج طموح لان مقاول سينطلق ان شاء الله في الايام المقبله. المركز الجهوي استثمار ان يواكب المقاولات، عنده منصه مهمه وهي منار المستثمر. غرف التجاره والصناعه عندها حاضنه المقاولات على المستوى الجهوي في كل الاقاليم والعمالات ديال الجهه. فهاد الشركاء كلهم طبعا كيساهموا والابواب ديالهم مفتوحه انهم جاوبوا مع المقترحات ديال الشباب والتطلعات ديالهم ان شاء الله، وكذلك العمل على حل بعض المشاكل اللي كيعاني منها الشباب، اما في الولوج الى التموين او في العراقيل اللي كيلقاوها خصوصا لدى الامر. فمشكور سيد رئيس الجماعه ديال العرائش على انه فتحنا الابواب ديال الجماعه انه يتنظم هذا اللقاء، وهذا اللقاء اللي عرف طبعا حضور ديال السيد الرئيس واللي عطى كلمه بالمناسبه، من حضور كذلك باقي المقاولات والفاعلين واعضاء الغرفه بإقليم العرائش. وشكرا.